هنروح للشأن التونسي. وبعد التطور الجديد بتشكيل الحكومة التونسية وأدائها اليمين الدستورية امبارح أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، حالة من الارتياح بالداخل التونسي عقب تشكيل الحكومة وترحيب من الخارج حازت عليه حكومة تونس المشكلة من 25 وزير. على الصعيد الداخلي في تونس، لاقى التشكيل الحكومي ترحيبا واسعا، ورحب الاتحاد العام للشغل في تونس بإعلان حكومة جديدة ودعا إلى حوار تشاركي. كمان أعرب عدد من الأحزاب عن ترحيبهم بالحكومة الجديدة. أما على الصعيد الخارجي، فأبدى عدد من الدول ترحيبهم بتشكيل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن في مقدمة تلك الدول مصر، اللي أكدت عبر وزارة خارجيتها أنها بترحب بتشكيل الحكومة، مثمنة الجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها تونس من أجل الاستجابة لتطلعات شعبها نحو النماء والازدهار. وأكدت مصر ثقتها في الحكومة التونسية مجددة دعمها لجهود الرئيس التونسي قيس سعيد. معانا على تليفون الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف ابو الهول، مدير تحرير جريده الاهرام. استاذ اشرف، مساء الخير، وقول لنا تابعت ازاي ترحيب الداخل التونسي بتشكيل الحكومه؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. بالتاكيد يعني ارتياح كبير جدا في الشارع التونسي لتشكيل الحكومه، ارتياح لاسباب عديده. اول حاجه ان البعض كان بيشكك في ان الحكومه ستشكل. ثاني حاجة، الحكومة ترأسها لأول مرة في العالم العربي سيدة. ثالث حاجة، الحكومة من بين 25 عضو فيها في 10 وزراء، 10 وزيرات، 10 وزيرات بيحتلوا مناصب، يعني مناصب جيدة جدا، ليست مناصب شرفية، مناصب مؤثرة. عندنا مثلا وزيرة للمالية، وزيرة للصناعة، وزيرة كان وزير الثقافة، وزير البيئة، وزير المرأة، 10 مناصب وزارية للمرأة. يعني شيء بيدل على انه الشعب التونسي قد ايه شعب متحضر، وشعب يعني عنده القدرة رجال ونساء على العمل وعلى الإدارة. لكن الأهم من كده انه الشعب التونسي بتشكيل هذه الحكومة بيجدد ثقته في الرئيس قيس سعيد والقرارات اللي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، القرارات اللي قدر بيها يحجم النهضة ويحجم الإخوان ويكشفه قدام الشارع. والدليل على تأييد الشعب هذه الحكومة وقبلها لقرارات الرئيس قيس سعيد أنه النهضة فشلت في إخراج الجماهير من الاحتجاج في الشارع، النهضة فشلت في عقد اجتماعات للبرلمان، النهضة فشلت في الحصول على التعاطف الخارجي، النهضة فشلت في أن تبقى يعني مستقرة مستمرة، لأنها من جوه بدأت تتفكك وبدأت الاتهامات تصدر لزعيمها راشد الغنوشي إن هو سبب كل ما يحدث. ويعني بعض الشخصيات المحسوبة على النهضة بدأت تتكلم على إنه اللي حصل من الرئيس قيس سعيد ده كان طبيعي وتعلن تأييدها ليه، وعلاوة على الاستمرار الحرب داخل الحركة للإطاحة براشد الغنوشي. تمام. وبالتالي فيعني واضح أنه القرارات الرئيس قيس سعيد بتحظى بتأييد داخلي، رغم بعض الهنات والسقطات اللي قام بها البعض، ومنهم رئيس سابق هو منصف المرزوقي. منصف المرزوقي يعني بيستعد الخارج على بلاده، بيحاول يشعل الأوضاع في البلد، رغم أن منصف المرزوقي هو كان رئيس فاشل جه فترة سيئة جدا. منصف المرزوقي خاض الانتخابات الأخيرة ضد قيس سعيد واحتل مركز متأخر، وبالتالي ليس من حقه أن يقلب الشعب، لأن الشعب لو محتاج لو عايزه هو كان احتاجه هو كان اختاره هو، أو على الأقل كان يبقى في فرق بسيط بينه وبين قيس سعيد. لكن الشعب التونسي بيثق في رئيسه وبيثق في دولته، ومطالب كتيره جدا داخل تونس لمحاسبه قيس سعيد على مقام، عفوا، لمحاسبه المرزوقي على مقام من الاخطاء. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ اشرف ابو الهول، مدير تحرير جريده الاهرام، شكرا ليك يا فندم.